الآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف لهذا اليوم، والبداية مع الشرق الأوسط، وكتب فيها محمد شقير: حزب الله يتفهم انتقادات عون الناعمة. لن يدخل حزب الله في سجال مباشر مع حليفه رئيس الجمهورية ميشيل عون على خلفية الانتقادات الناعمة التي وجهها إليه أسوة برسائل مماثلة كانت استهدفت الحزب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وبحسب مصدر شيعي فإن هذه الانتقادات لا تشكل خرقا للخطوط الحمر ذات الصلة بمواقف حزب الله الاستراتيجية التي ما زالت تحظى بغطاء سياسي منهما حتى إشعار آخر. فحزب الله كما يقول المصدر الشيعي المواكب لعلاقة الحزب مع عون وباسيل قرر أن يترك لهما هامشا سياسيا يتعلق بالأمور الداخلية انطلاقا من تقديره بأنهما في حاجة إلى التمايز عنه مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية لعلهما يتمكنان من تعويم وضعهما الانتخابي في الشارع المسيحي. ويلفت المصدر الشيعي للشرق الأوسط أن الحزب وإن كان يتأفف من جنوح نواب ينتمون إلى تكتل لبنان القوي في هجومهم عليه، فإنه ينأى عن الرد عليهم ويحيل الخلاف إلى مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا الذي يتحرك بعيدا عن الأضواء باتجاه عون وباسيل سعيا وراء التهدئة وخفض منسوب التوتر المترتب على حملات هؤلاء النواب. ويرى المصدر نفسه أن الحزب لا ينظر إلى تحالفه مع عون وباسيل بالمفرق إنما بالجملة، وهذا ما يدعوه للارتياح. ويضيف أن باسيل يستحضر الدعوة لإعادة النظر بورقة التفاهم كلما اشتدت عليه الحملات السياسية، لكنه سرعان ما يبادر إلى طي الصفحة فورا أو فورا أن تهدأ هذه الحملات. ننتقل إلى لبنان 24 التي كتبت في موضوع خاص تتساءل في نصها، تتساءل لبنان 24 إذ لماذا اتخذت العملة الخضراء مسارا تصاعديا خلال الأيام الماضية. وتقول مصادر مالية لبنان 24 إن إحدى شركات تحويل الأموال في لبنان بدأت خلال الفترة الأخيرة بطلب الكثير من الدولار في السوق، مشيرة إلى أن هذه الشركة ترسل مندوبين إلى الصرافين وتطرح سعرا مرتفعا لشراء الدولار أعلى من السعر الذي يكون معتمدا، وبسبب ذلك يأخذ السعر مساره نحو التصاعد. ووفقا لتلك المصادر فإن هذه الشركة توظف كمية هائلة من الليرة اللبنانية لشراء ما يتوفر من الدولارات، حتى أنها تقول لزبائنها أنها على استعداد لشراء الدولار بسعر أعلى من السوق. ومع هذا كشفت المصادر عينها أن تلك الشركة اشترت الدولار على سعر 27,100 ليرة من الصرافين عندما كان 26,100 ليرة في السوق الموازية، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو الذي ساهم بارتفاع الدولار فجأة. ووفقا لمعلومات لبنان 24 فإن أصداء هذا الكلام وصلت إلى مراجع سياسية رفيعة المستوى وعلمت به وبدأت عملية المتابعة بشكل غير معلن، والهدف هو معرفة الجهة التي تسعى عبر تلك الشركة لشراء دولار من السوق. في المحصلة إن النشاط المشبوه يساهم إلى حد كبير في ضرب العملة الوطنية ويؤدي إلى انهيارها، في حين أن الجهة التي تقف وراءه قد تسعى لتوظيف تلك الدولارات لأهداف سياسية انتخابية. ووفق المعلومات هذا الأمر سيكون محور متابعة رسمية حثيثة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمالية المناسبة. ننتقل إلى صحيفة الجمهورية في المانشيت نقلا عن مصادر مسؤولة في الثنائي الشيعي قالت للجمهورية: الاستهداف واضح والتسييس واضح والقاضي بيطار عم يشتغل سياسي. هناك من هو مصر على أن يلعب لعبة خطيرة لطالما حذرنا منها ومن تداعياتها، هذا الأمر إن استمر ستكون عواقبه وخيمة. وردا على سؤال عما إذا كانت ثمة محاولات جدية لتوقيف النائب خليل بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب أي بعد آخر السنة، قالت المصادر: لا نقول أكثر من أننا نأمل، لا بل نتمنى جديا ألا يكون أحد في أي موقع كان سياسيا أو قضائيا يفكر حتى في قرارة نفسه في أن يقدم على هذا الأمر. وفي هذه الأجواء تبدو العلاقات الرئاسية جمرا تحت الرماد وفوقه. وعلى ما يؤكد العارفون بخفايا العلاقات الرئاسية للجمهورية فأن طريق القصر الجمهوري والسرايا الحكومية رغم ما يقال عن تعاون وانسجام بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي باتت محكومة بما يمكن وصفه بسوء التفاهم حول انعقاد مجلس الوزراء. نختم مع مقال في الأخبار لفاتن الحاج تقول: مجلس النواب للمدارس استبيحوا أهالي الطلاب. بحجة الظروف الاستثنائية الطارئة هربت اللجان النيابية أمس المشتركة أمس اقتراح قانون
ابتلى شفهيا على مسامع النواب ويقضي بتجميد العمل بالمادة 2 من القانون 515 بتاريخ 6/6/1996، وهو قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية لسنة واحدة. إقرار اللجان للتمديد من دون دراسة الأثر الاجتماعي للمشروع على أهالي التلامذة يعني عمليا بحسب مصادر في لجان الأهل إطلاق العنان لإدارات المدارس كي تفرض الزيادة التي تريدها على الأقساط من دون أي سقف أو ضوابط، والتي يمكن أن تتجاوز 100%، ويعني أيضا تعطيل دور لجان الأهل في مراقبة الموازنات. والتجميد لا يعطل المادة 2 من القانون 515 فحسب، بل يطال مفاعيل القانون رقم 11/81. القرار المهرب يحتاج إلى موافقة الهيئة العامة للمجلس النيابي، لكن ما حصل في الواقع أن الدولة المفلسة تنصلت من الدعم الذي طالب به كارتال المدارس الخاصة لتغطية رواتب المعلمين والمصاريف التشغيلية، ورمت الأعباء على الأهل على قاعدة دبر راسكم مع المدارس، وساهمت فعليا في زيادة هامش الأرباح. وبحسب مصادر مطلعة على تركيب الموازنات المدرسية، فإن الزيادة المرتقبة قد تبقي نحو 50% من التلامذة خارج المدارس، أو في أحسن الأحال أو الحالات استحداث فئة واسعة من الأهالي مديونة للمدارس. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. للأسف هناك عطل تقني لم نتمكن فيه من الاتصال بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الآب يوسف نصر، ولكن تعليقا على هذا الموضوع معنا رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الزين طويل. صباح الخير مدام لمى. صباح الخير. اليوم في موضوع بالأخبار تحديدا بالنسبة باللي حصل امبارح باللجان النيابية المشتركة، والذي يقضي بتجميد العمل بالمادة 2 من القانون 515. هيدا الموضوع يمكن كلجان أهل أنتوا أقرب أن تفسري لنا إياه أكثر، وهو حسب ما فهمنا أنه يكبد الأهالي يعني كل شيء زيادة، ولا يوجد موازنة تكون مدروسة من قبل لجنة الأهل أو تقدم إلى لجنة الأهل. تفصيل أكثر عن هذا الموضوع كرئيسة لجنة اتحادات لجان الأهل. أولا محاولة تهريب، نحن بنسميها تهريب، وإقرار هيدا قانون بصياغات وعبارات متسرعة بتنم عن عدم فهم المشرعين لحساسية المسألة وإنعكاساتها الاجتماعية والتربوية. هيدا أمر إجرامي بحق العائلات اللبنانية، يقتضي أن يكون هيدا التعديل علمي يراعي الظروف الاستثنائية الحاصلة بالبلد، ما يتوجب على المدارس إعادة النظر بموازناتها وتوزيع النفقات فيها دون تكبيد الأهالي الأعباء الضخمة. تجميد العمل بهيدي المادة رح يسمح للمدارس أنواع جديدة من النفقات من دون قيود، ورح يسمح للمدارس الخاصة مخالفة قاعدة توزيع النسب بين مختلف بنود باب النفقات بالموازنة، ورح يسمح للمدارس الخاصة بزيادة الأقساط المدرسية دون أي ضوابط أو قيود. وهيدا نحن اللي كنا عم نطالب فيه سابقا، الشفافية والتدقيق بالموازنات، واللي ما كنا عم نحصل عليه. تهريب مثل هيك قانون بحمل كل نواب الأمة المسؤولية، بكل بيت فيه رح يتحول هيدا الموضوع لرأي عام. ونحن بهاليومين رح يكون عنا مؤتمر صحفي يفند ما يحصل داخل وزارة التربية، وهذه المؤامرات اللي عم بيقوموا فيها أصحاب المدارس الخاصة، ونحن بنعرف أنه كلهم من أصحاب من التيارات والزعماء السياسيين بالبلد. دمرنا القطاع الرسمي وسلم. ما فينا نشمل هالقد، ولكن بطبيعة الحال كمان يعني في واقع هو التهريب. هذا الأهالي مضطرين يبيعوا كل ليعلموا تلاميذهم. نعم. نعم. مش مقبول تخطي القوانين وتشريع قوانين تناسب أصحاب المدارس بهذه الطريقة. نعم. هلأ كان بير نصر لازم يكون معنا لازم نستوضح الأمر تحت الهواء. وقت اللي توصلت معه كان عم بيقول لي مش صحيح، مش هيك الأمور، كنا عن جد بحاجة لنأخذ الرأي تبع المدارس الخاصة الأهل. ولكن كلجان القانون على لجان الأهل. نعم. لماذا لم نطلع على مجريات هذا القانون؟ هذا القانون يعتبر لهلأ ما مشي، يعني لازم يصير. نعم. لما بيطلعوا بمشروع قانون بدون الأهل، الأهل هن اللي بيدفعوا الأقساط، هن اللي لازم يتاخد رأيهم. نعم. أنتوا تفاجأتوا بهذا الشيء ولا موقعين يوصلوا لهون؟
نحن الناس واقعيين، عارفين انه في وضع اقتصادي مهترئ، وعارفين انه هناك يجب ان يكون زيادات مبرره قانونا، ولكن ليس بالغاء الماده 2 من القانون. نعم. وبالنسبه لهذا الموضوع، هيدا يحتم تلقائيا انه تصير الزوده بشكل معين؟ بده اتفاق انه تكون الزوده باطار معين بنسبه معينه، او هيدا بيفتح المجال لكل الناس؟ لازم يكون في سقف لهذه الزوده. نحن لم نطلع كاهالي على هذا المشروع، وقد تلي تفاهيا. حتى انا تواصلت مع العديد من النواب، ما معه نسخة عن هذا القانون. صحيح، هيدا الموجود بالصحيفة انه ما في نسخة، وما لم يقرأ عليه ينطلي شفهيا، وحتى لانه في البعض ما فهموه عارضوا عليه. ولكن مرقوه. لا ما مرق بعد، يبدو حسب من هون انه بعد ما مرق، لانه في ناس معارضة وفي اساسا مش هن اللي بقروه. بس انتو خطوتكم التالية شو رح تكون؟ الخطوة التالية سيعلن عنها قريبا، ونحن اليوم رح ينزل بيان واضح مفصل من الاتحاد لتقرأه كل الناس وليعرف الشعب اللبناني لوين نحن واصلين. نعم، هل لديكم أي معلومات ما إذا كان هناك مساعدات خارجية خصوصا للمدارس الخاصة؟ في موضوع 350 مليار اللي أقر بمجلس النواب، 350 مليار عن عام 2019. نعم. كان بالأحرى بهم أنه يقروا لهذا العام، لأنه 2019 الأهل أوريدي دفعت الأقساط. نعم. كانت هيدي المساعدة ممكن تساند المدارس الخاصة إذا هي واقعة بعجز. ونحن بعدنا عم نقول المدارس اللي واقعة بعجز تثبت بالوثائق وبشفافية ميزانيتها أنها واقعة بعجز، ونحن أكيد مع إقرار زيادات، ولكن نحن منعرف كثير منيح أنه هيدا الشيء عم يمرق بدون تدقيق وشفافية. نعم، هو مشكلة التدقيق، بس مع ملاحظة كمان ما بدنا ننساها، أنه هذا التفلت الجنوني للدولار كله سينعكس على المحروقات وإلى آخره اللي بترتكز عليها المدارس. مدام لما السؤال أيضا الذي يطرح، وما بعرف إذا عندكم أو وضعته بأي صورة، صرنا يومين عم ينحكى أنه رح تسكر المدارس ورح ينتقلوا لنظام مختلف، وزارة التربية ووزارة الصحة بعد فرصة عيد الميلاد ورأس السنة رح تدرس خيار ثاني أو ثالث لأنه ما بيقدروا يفوتوا. ده صحيح هذا الموضوع أو هي مجرد إشاعة؟ نحن عم نسمع بهذا التداول بوسائل الإعلام، ولكن نحن طبعاً كمدارس خاصة وكأهل بالمدارس الخاصة وبالزيادات اللي نحن عم ندفعها على الأقساط وبطلبنا بتعليم ذو جودة، نرفض العودة أونلاين لأن الدولة لم تؤمن أي من مقوماته، ونحن ما بقى يتحمل جيلنا سنة ثالثة دون تعليم ذو جودة. نعم. فنحن بنرفض هذا الموضوع نهائيا، لا عودة للتعليم أونلاين بالنسبة للأهل بالمدارس الخاصة، لأن نحن ما عندنا مقوماته ودولتنا غير موجودة. نعم. ودائما عم ترمي الكرة كرة النار في حضن الأهالي. نعم نعم. أنا بدي أشكرك لوجودك معنا، رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما زين طويل. وبهذا نأتي إلى ختام الصحف، نكون الآن مع الزميلة سمر أبو خليل والحدث.